نرجع بقى للاعبتنا المحترفين شويه بالزبط. نتكلم عليهم. يمكن الاسبوع اللي فات اتكلمنا على مين كان اكتر او مين الاول اوائل اللعيبه المصريين اللي لعبوا في الدوري الاوروبي او الويفا كاب ساعتها. اتكلمنا بقى النهارده عن التشامبيونز ليج، مين اللعيبه المصريين اللي كان من اوائل اللعيبه المصريين او عدد اللعيبه المصريين اللي كان ليهم شرف المشاركه في التشامبيونز ليج. يعني هو نقطه مهمه ان هم 10 لعيبه بس. لو اتكلمنا عن بتقولها بحزن يعني 10 لعيبه بس يا كابتن هاني على مدار بنتكلم في لو قلنا بس 30 سنه اللي فاتت يعني قليل جدا ان يبقى عندك بس 10 لعيبه اللي قدروا يلعبوا دور مجموعات في تشامبيونز ليج. يعني حضرتك رقم واحد في تاريخ مصر، كابتن سمير كامونة رقم اثنين، بعد كده كابتن طارق السعيد لعب في النادي الاهلي برضه فتره قصيره، ميدو، وبعد كده كمان كابتن احمد حسن، محمد زيدان، وبعد كده الجيل اللي موجود دلوقتي. يعني انا كنت اتخيل ان احمد حمودي لعب تشامبيونز ليج مع بازل دور المجموعات، طبعا صلاح، نني، عمر جابر لعبوا برضه مع بازل السويسري. يمكن سويسرا كان لها الباع الكبير في الحكايه دي، هي اللي بدات كل مره. يعني مع حضرتك برضه بدايه في نيوشاتيل بالمناسبه، بكره يوم 7 اكتوبر زي بكره 7 اكتوبر في سنه 92 بتلعب اف سي بولي وجبت جول 1-0 لنيوشاتيل. انا الحمد لله كويس انك بتفكرني يعني حلوه والله، يعني عامل نتائج حلوه يعني في نيوشاتيل. على فكره اول ماتش حضرتك لعبته مع نيوشاتيل جبت جول اول مباراه بالظبط. يعني انا مش فاكر ضد مين بس انا فاكر من الحاجات اللي كانت يعني كان لوجانو تقريبا. فبتتكلم في 10 لعيبه بس لعبه تشامبيونز ليج على مستوى التصفيات تشامبيونز ليج، برضه للاسف 11 لعيب بس، اولهم كابتن مجدي طلبه سنه 95 مع انورسوس فاماجوستا القبرصي، كان بطل الدوري وقتها، كان واخد معاه الدوري للكواليفيكيشن للكواليفيكيشن للتشامبيونز ليج بس ما صعدش للاسف. كان اعتقد كان اتلتيكو بلباو هو اللي صعد في الوقت ده. فالعدد قليل، العدد قليل ويستدعي ان احنا نغير استراتيجيه او الكارير بلاننج بتاع لاعبتنا المحترفين. هم طالعين اوروبا لازم يروحوا على انديه عندها طموح انها تلعب تشامبيونز ليج حتى لو مش في الدوريات الكبيره. يعني احنا دلوقتي الموضوع بجد ارقام مرعبه يا كابتن هنا. يعني كل دوله البرازيل بتصدر بالالف لاعب محترف في اوروبا، احنا هنا بنعدهم. لا ما ده كمان ملف من الملفات اللي ان شاء الله هنفتحه معاك، ليه عدد اللعيبه المصريين المحترفه رغم عندنا نجوم كتير وعندنا مواهب كتير ليه العدد قليل لغايه دلوقتي؟ وانا بتكلم يعني الكلام ده بنقوله من 10 سنين، ليه قليل. فده ملف ان شاء الله هنفتحه معاك عمر. انت عندك برضو عندك يعني خبره كبيره جدا وتقدر تفيد كمان المشاهد ايه الخطوه اللي تتعمل عشان يكون او نزود عدد اللعيبه المحترفه في مصر. سيره اليونان اكيد هتيجي سيره عمرو ورده. عمرو ورده يمكن فترات اخيره قلت هو اتنقل لنادي قبرصي تقريبا، كان في مفاوضات وراح سافر قبرص لكن ما تمتش، رجع تاني على اليونان. بعدها كذا مفاوضات من كذا نادي، بعد كده راح فولوس، استقر في نادي فولوس. قلنا لا نادي فولوس ده بوست الدوري ولا نادي في في حاليا المركز خامس، بس لسه احنا في اول الدوري يعني لسه مش هيبان دلوقتي ترتيب المراكز. لا يعني الهيستوري بتاعه الهيستوري بتاعه مش كبير يعني، هو فولوس ممكن ياخد كاس بتاع لكن الموضوع يبقى صعب جدا انه ينافس على الدوري، لكن ممكن ينافس على انه يصعد لبطوله الدوري الاوروبي. يعني ده اقوى حاجه ممكن يعملها السنه دي. وهو مدرب اسباني دلوقتي انخيل لوبيز اعتقد، واول مباراه بالمناسبه عمرو ورده قعد احتياطي 90 دقيقه ما نزلش. فريقه كسب، كانوا بيلعبوا فريق اسمه باس لامية، كسب 2-1 وورده ما شاركش. لكن في كوكا كمان، وكوكا طبعا يقترب من انه يكون اللاعب رقم 11 في اللاعبين المصريين اللي بيلعبوا دوري ابطال اوروبا، لانه هو بيلعب في بطل الدوري اليوناني نادي اولمبياكوس، واخد دوري وكاس. وانا كنت اتكلمت مع كوكا اكتر من مره، قلت له انسى البرتغال وانت في اليونان الوضع مختلف، انت سهل تبقى هداف الدوري اليوناني طول ما انت رجلك في الملعب هتبقى هداف الدوري اليوناني. انا لما كنت رحت زرته عمر كان فعلا كان عايز يرجع البرتغال، يقول لي لا يعني البرتغال ممكن دوري اقوى شويه. انا قلت له طب اقعد وحط رجليك بشكل كويس، وخلي بالك اليونان من الدوريات مش زي الدوري البرتغالي، الدوري البرتغالي اقرب شويه للتوب ليجز يعني من الدوري الانجليزي بياخدوا منه والدوري الالماني. فانا شايف انه عمل السنه دي مشوار هايل، حقق الثنائيه زي ما انت بتقول، ووجوده اولمبيكوس طبعا هيدي له كمان فرصه انه يظهر على مستوى التشامبيونز ليج، وده مهم. بالظبط، هو يعني لو شارك ان شاء الله مع اولمبيكوس هيبقى هو رقم 11 في القائمه. يا رب. تمام، ونتمنى له التوفيق. مجموعته اعتقد صعبه، فيها مانشستر سيتي وفيها مجموعه صعبه مش هتبقى سهله يعني، لكن نتمنى ان هو يقدم حاجه كويسه. في نفس الوقت هو ارقامه في الدوري اليوناني كويسه هايله يعني جدا. يعني اول موسم اللي راحوا اعاره 15 هدف
فمش رقم قليل، لانه كمان كان متعرض لاصابه في وقتها وقعد شويه. دلوقتي هو برده ماشي كويس بيسجل اهداف. بالمناسبه الماتش اللي فات برده نزل في الشوط الثاني وسجل هدف في الدقيقه 90 لكن ما اتحسبش، الفار لغاه وفريق اولمبياكوس تعادل 1-1. فاعتقد انه كوكا قدامه فرصه برده السنه دي انه ياخد دوري يوناني ثاني، ينافس على الدوري اليوناني. ارس دلوقتي متصدر الدوري اليوناني، لكن ارس مش الفرقه اللي ممكن تاخد البطوله. ما مش على استمراريه، نفس قصير شويه يعني. يعني ارس مش الفرقه تاخد البطوله، وباوك في مستوى مش في مستواه برضه، فهو عنده فرصه انه ياخد دوري كمان مره. اتمنى له التوفيق واتمنى ان هو يتمسك بس بفرصه الظهور في الشامبيونز ليج، عشان لو حابب ياخد خطوه بعد كده اقوى من الدوري اليوناني هتكون سهله عن طريق المشاركه في الشامبيونز ليج. بالظبط، والتفوق ده والتالق لكوكا اكيد، ومع كابتن حسام البدري من خلال المنتخب ومن خلال تصريح كابتن حسام ان هو ممكن كوكا يعتمد عليه في الفتره اللي جايه بشكل كبير، انه يكون متواجد في منتخب مصر. لكن تفتكر ورده واستقراره بقى، نتمنى له الاستقرار في النادي ده، ما يمشيش بعديها بشهرين ثلاثه او يبقى يركز شويه، تفتكر انه ممكن يكون ليه دور بعد استقراره في الدوري اليوناني انه يكون ليه دور مع منتخب مصر؟ انا اللي عرفته ان هو تواصل مع كابتن حسام البدري، وان كابتن حسام البدري فعلا قال ده على الهواء في حوار من الحوارات في التلفزيون، وقال ان هو بيتواصل مع عمرو ورده وانه يعني نصحه بالاستمراريه في الملعب علشان يكون عنده فرصه للرجوع للمنتخب. بس انا شايفها صعبه في الوقت الحالي لسه برضه. صعبه يعني، شايف انه لسه شويه. انا شايف انه فنيا عمرو ورده لعيب عالي جدا، عنده امكانيات كويسه وعنده امكانيات تؤهله ان هو يكون موجود ويكون حل من الحلول في وقت من الاوقات. لا هو عمرو خلينا يعني هتكلم معاك جزئيه، لان انا يعني حضرنا عمرو، وعمرو ورده من اللعيبه اللي كنت اعرفهم من زمان لما كان لسه حتى كان موجود في انبي وكان عايز يطلع. يعني عمرو عنده موهبه كويسه قوي. اللي بيعقر الموهبه دي يمكن بعض المشاكل اللي بره اطار كره القدم وبره المستطيل الاخضر، فهو الجزء الاهم، وانا يمكن يعني كلمته كتير جدا في الجزئيه دي، انه كمان عمرو لو ركز بشكل كويس هيبقى مفيد اولا لنفسه ولبلده. الجزء الفني تتفق ان عمرو ورده البوزيشن بتاعه 10 ولا يبقى على طرف؟ كان عندي جدال برضو شويه مع اجيري في الموضوع ده، واجيري كان شايف انه يبقى طرف شمال، انا كنت بتكلم ان هو ممكن يبقى 10 كويس، او بيلعب في وسط الملعب لو بنلعب 4-3-3 يبقى هو واحد من ضمن بيروح بوكس تو بوكس. انت برضو من الناحيه الفنيه انت شايف عمرو فين؟ هو مشكلته في حاجه، انه مش دايما بيلتزم لما تديله تاسك معينه في الملعب، مش دايما بيلتزم بيها. لا يعني على مستوى الدفاع يعني على فكره في اليونان كانت دي مشكلته مع كذا مدرب. ده وصلك من المدربين. لكن المدرب هنا بدار اعتقد ان حضرتك، وهو كمان شارك كاس عالم كمان مع كوبر قبلها، ورجع كمان جه اتمرن منتخب مصر في امم افريقيا. هو 4-3-3 يلعب فعلا بوكس بوكس يبقى لعيب كويس، وهو كمان عنده باور، هو قوي وبيقدر يلتحم احيانا وبيعرف يستخلص كوره كويس وبيعرف يأدي. انا شايف ان هو فنيا يجي منه طبعا، لكن الفكره كلها زي ما حضرتك قلت، حته الالتزام، انه لابد انه طبعًا يقفل على نفسه قوي لانه ما عندوش فرصه ثانيه. ما عندوش فرصه ثانيه، والوقت بيمر والعمر بيجري، وهو 26 سنه 27 سنه دلوقتي 27 سنه اعتقد انه الموضوع خلاص بقى صعب. يعني حتى هو لو حابب ان هو ينتقل انتقالات ثانيه بره اليونان، ده فرصته الاخيره السيزون اللي احنا فيه دلوقتي. لو جبنا سيره وسط الملعب اخيرا، اكيد تالق النني في الفتره الاخيره وجوده في الارسنال والخلاص بقى ستيبل مع الفريق ده، كمان هيكون اضافه لمنتخب مصر، لان انت عارف برضو هنا في السوشيال ميديا كان في تحديات شويه للنني والكلام كتير قوي عليه. تقول ايه في الجزئيه دي؟ اول حاجه نقول انه ما ينفعش لعيب كوره يبص على السوشيال ميديا خالص، وده اللي عمله النني بالمناسبه، لانه النني لما طلع اعاره بشكتاش ورجع على ارسنال، هو رجع وبيأدي، ويعني اعتقد انه نال ثقه ارتيتا وبدا يديله مباريات وبدا يعتمد عليه بشكل اساسي، مش حتى انه مجرد بديل او حاجه. فانا اتمنى التوفيق لمحمد النني، لانه هو برده عنصر مهم قوي. يعني انا بستغرب ان لما اسمع ان في خلاف على ضمه لمنتخب مصر في الوقت الحالي، طب هو يعني مين يعني؟ انا شايف انه مفيش غير لعيبه خط وسط النادي الاهلي وطارق حامد في الزمالك، على انه عنده هيستوري دولي دلوقتي مع منتخب مصر، فهو النني لازم يكون موجود. يعني ما ينفعش ان انا اختلف، وخاصه قوي على النني دلوقتي الفتره اللي موجود فيها دي، انه بيلعب كمان دلوقتي، هو في الملعب. يعني مفيش حجه فكره ان انت ما بتلعبش او احتياطي او الكلام ده، لا خلاص هي مش محتاجه مناقشه يعني. صحيح. الا لو كان في حاجه ثانيه احنا ما نعرفهاش، ممكن الله اعلم، بس يعني حجازي بدا يشارك، وكان حجازي انا شايف انه احمد حجازي الاصابه بس عطلته وعطلته في بدايه الموسم اللي فات وجت تاني دلوقتي. لكن انا شايف انه حجازي، انا اتكلمت معاه برده من قبل بعد تاني ماتش على طول، لا حجازي معنوياته مرتفعه، عنده
ثقه في نفسه وعاوز يشارك وعاوز يادي وهو يستحق وهيكون موجود. اعتقد انه الفتره اللي جايه كمان لا هياخد فرص اكتر انه يكون موجود بشكل اساسي وانه يكمل لحد نهايه السيزون ان شاء الله يخش بشكل اساسي. وانا يعني حجاز من الناس الرجاله حتى لو ما شاركش هناك بشكل اساسي اعتقد بيبقى ليه دور مهم جدا في منتخب مصر بجانب تريزيجيه بجانب المحمدي. يعني ما شاء الله اولادنا في البريمير ليج بيظهروا بشكل جيد جدا. نتمنى التوفيق وطبعا بنشكرك يا عمر يعني بجد حلقة دايما حلقة مميزة معاك. والنهاردة يمكن كمان موسيماني أكيد هيتابعنا وهيشوف طبعا الهدية الغالية اللي انت بعتها له. لكن احنا بنشكرك وان شاء الله بإذن الله مستنينك ان شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي نكمل حوارنا على اللعيبة المصريين المحترفين وكواليس كتيرة جدا جدا من كل أنحاء العالم. شكرا جزيلا عمر البنوبي. شكرا كابتن هاني. عمر البنوبي برضه سمعت عمر قبل كده فلقطت منه. حبيبي يا عمر حبيبي ربنا يخليك شرفتنا ونورتنا.